بسم الله. الساعة دلوقتي 2:30 صباحا، أو تقريبا يعني 2:30 صباحا، ودرجة الحرارة -2، والمكان أولم، وأنا دلوقتي في الشارع يعني تقريبا بعيد عن البيت بحوالي ربع ساعة مشي. وكان جزء كبير من أو يعني كان واحدة من التجارب اللي أنا كان نفسي أخدها هي ان انا اخرج في وقت بالليل وتكون درجة الحرارة تحت الصفر واجرب التجربة دي، بغض النظر بقى يعني نتيجتها ايه ولا اي هبل، بس يعني دي واحدة من التجارب زي كتير من التجارب اللي الواحد نفسه يخوضها، اللي جزء كبير منها شرير وبعضها عادي يعني طبيعي، وبعضها برضو مش طبيعي او مش غالبا مش هيتحقق ابدا، زي مثلا نطلع الفضاء، زي اني اموت، اجرب يعني الموت، اجرب اطلع الفضاء، اجرب الخمرة، اجرب الحج، وهكذا يعني من التجارب اللي كان نفسي ان انا اخدها. بعضها كبير قوي وعظيم وبتاع ومش عارف ايه وصعب وغالبا مش هيتحقق ابدا، وبعضها بسيط وقابل للتحقيق، او زي اني امشي في الشارع في وقت متاخر بالليل في درجه حراره تحت الصفر. فده كان واحده من التجارب، وخوض التجارب دي بيبقى نتيجه شعور الواحد بانه مكبوت. هل انا مكبوت؟ انا مكبوت جدا من زمان، وجوه كل واحد فينا اعتقد ان جواه واحد مكبوت، بس هو بيخاف يطلعه، ما بيرضاش يطلعه عشان بيخاف لا يرتكب حماقات يعني. بس احيانا الراجل المكبوت ده لما تفتح له شباك صغير ولا حاجه وتخليه يبدا ان هو يتنفس، ولو حتى ينفس عن نفسه بالتجارب الصغيره اللي نفسه يعملها، ان كانت بقى هي هبل ولا حماقات ولا ما اعرفش ايه، غالبا بتريح شويه وبتثلج الصدر يعني، او مش بتثلج الصدر ولا بتاع، لكن بتنفس شوية عن الايه، عن الكبت اللي هو بيبقى موجود في جوه الواحد. فبس فدي دعوة ليكم، انه لو انت عندك تجارب مهبلة نفسك تاخدها، خدها وملكش دعوة حد، هتحس ان انت يعني ايه جربت على الاقل، لانه التجربه طول ما هي انت ما خضتهاش فانت هتموت وتعملها، بغض النظر بقى يعني هتحقق منها ايه، هتبقى نتيجتها، بس انت هتموت وتعملها. انت اكيد قبل ما تجربها غير ما انت بعد ما تجربها. الناس بقى شايفك ايه، الناس قيمتك ازاي، لكش دعوه. فهي دعوه لانه اللي عايز ياخد تجربة معينة، ولو كانت هبلة، ولو كانت بسيطة، ولو كانت بتبدو للبعض ان هي بلا معنى، فياخدها وما ليش دعوة بحاجة. وبس، السلام عليكم.